اخويا اش غنقول لك، انا اخويا كنسكن في الدريسيه، انا زياده وخلق هنايا. انا واحد النهار مريح بحال كيف في الدرب، مريح في الدرب، كتب لي هذيك البنت دائما معاه، يعني ماشي غنقول لك يعني مداويه معاه، يعني كتخرج معاه، كتمشي معاه، كتدور معاه، كتهضر معاه، يعني عاديه وياه، فهمتي؟ يعني دازت المده ولا داك السيد ولا ديما بحال اختو بحال شي حاجه تعقد منه هو كاع، ما بقاش هو داك اساس بهذيك السيده غيقدر يقدر ربما. انا قلت واحد النهار قلت غادي يقدر يتزوج ولي مرشو وغادي يقدر، فهمتي؟ كما حنا كما نبغيو راسنا غنبغيو ولاد الناس. هو كيبان لي اخويا معقد بزاف، يعني يقدر هو كاتب في لحمه في اليد اليسريه، فهمتيني؟ كاتب السميه ديالها وهي اصلا بتلاسيكون وكتسكن في الهراوين، وتعدى على اخويا وتعدى على حشوم. كنعرف عليه في الدرب اخويا، كنعرف عليه شويه ماشي لورمان، السيد شويه راه فيكس، فهمتي؟ يعني ماشي الخاطر الحاله الطبيعيه، يعني دائما كيدوز من هنايا كيبان لي السيد اخويا غادي وكيهضر بوحدو مرتفع، كيعرف الحشيش، عنده عقده مع الدريات، عنده عقده مع الدريات، كيعرف الحشيش، باغا ميكمي، فهمتيني ولا لا؟ يعني هذيك الدريه اللي ربما اللي وقع معها المشكل هي كانت مرتاحه ليه، فهمتي؟ ما مرتاحه ليه، ودارهم اللي جيتي تشوف دارهم عائله، يعني الدار في حي مولاي عبد الله، المحلات تبارك الله تم الخير، خو الله توفى مشينا عزيناه، يعني واحد الجو يعني عايشين فيه هما. يعني اش غنقول لك، يعني والديه بخير، هو اللي خارج شويه، خارج اخويا روفيكس، فهمتي؟ ولا الدر ما كيتعمروش معاه. لا قبل واحد الدري كان ضارب معاه وجالي، لا واحد الدري اخويا اش غنقول لك، واحد الدري نعم الرجوله، الله يعمرها دار، دبانه ما يخليهاش تزنزن فوق راس بنادم، فهمتيني ولا لا؟ ولكن اللي كياديه كيقول لي سي الله يرحم بالوالدين، انا بعد مني، انا باغي التيقار، انا باغي نرزق على ولادي وخوتي وهادي، فهمتي؟ كيدوز من هنا كيدير ليها، كيدور عوجو مع هو عنده صالون ديال الحلاقه، كيدور عوجو بحال هكا يعنقو، كيبدا بحال اللي كيتحلف عليه، ملي كينوض بحال كيبدا يتحلف عليه. اش كيدير الدري الاخر مسكين، بحال تقول بحال شي واحد مزيره البوله باغي يبول، فهمتيني؟ بحال هكا كيوقع عليه هو، مخلوع منه ومرعود، ما قادرش باش يهضر، يقول لي سير بحالاتك بعد مني، اشنو بغيتي مني؟ واحد النهار ونقف عليك قلت خويا مجيد اش بينك وبين هذا؟ هو يقول لي يا خويا خلينا حساب طويل بيني وبينه مني ليه؟ واحد النهار نقول لي عبد الرزاق قلت خويا انا ما غنتفاكش معاك، انا ديما غادي معاك، طريقي هي طريقك، فهمتيني؟ الا كان شي مشكل انا غنعرف كيفاش نتصرف. هو يجي عندي واحد النهار ويقول لي انت جيب لي انت ولد بلادي، انت هادي تكنيتك الثاني، انا كنيتك الثاني هادي. قلت لي خويا عائلتي ماشي هي عائلتك، قلت لي يعني انت بيني وبينك التيقار، قلت لي انت راه ما كاينش واحد اللي ربما اللي يقدر يفهمك من غير السبيطار، فهمتي؟ يعني روفيكس، فهمتي؟ صافي وانا خليته بهواه. جيت وانا انت مغادي بحال هكا، مشيت عاوتاني للمحل، من المحل عندنا في القريه عادي داكشي ديال البونش، كنمشي تما مره كنضرب طله كنجي بحالاتي، حتى كنلقى عاوتاني غادي من هذيك البلايصه. انا فيما كنبغي نريح، كنبغي زعما نتصولاج نريح، كندير واحد الكافي، جيت البوسطه كنريح تمايا، كيبان لي السيد غادي جاي، كيبان لي كيتزنق اللون ديالو كيهرب لي من وجهو. غد اليوم يقولوا لي الدراري في القريه قالوا لي بن فلان راه واحد خونا راه كيدير، ونقول لهم هو. قالوا لي كيفاش تعرفتي هو؟ قلت لهم راه هو اللي وصفوا لي، قالوا لي بان راه داك السيد راه شنو كاين وشنو كاين، عرفت بان راه هو اللي دايره. ملي دازت تمايا حطني مول لوندا قال لي راه هنايا الدرب، ما الدرب صافي وانا نعرفو هو. ملي جيت هكا تصدمت انا، جاتني تفاجات من الدريه بشحال ويا معاه، وفي الاخر جيت تهجم عليها ويدير لها ديك الحاله حشومه كاع،